في هذا الكيس يوجد معدن نادر يحمله طفل على ظهره مسافات طويلة كي يعبر من بلده الفقير إلى إحدى الدول الصناعية الكبرى ليدخل في صناعة كل الأشياء الفارهة. الطفل من بلد فقير جداً تسوده الفوضى يسمى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والشيء الموجود في الكيس هو الكوبالت الذي يسيل له لعاب القوى العظمى. حرب عالمية محتملة على بطارية هاتفك، هكذا تسيطر الصين على الذهب الأزرق. هنا يلتقي وزير خارجية الصين برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، واحدة من سلسلة زيارات صينية لبلد فقير جداً. تريد الكونغو الاستفادة من استثمارات الصين في البنى التحتية، وتريد الصين احتكار ثروة البلاد من معدن هام جداً. في الكونغو يوجد 50% من احتياطيات الكوبالت وما يقرب من ثلثي إمدادات العالم منها، لذلك تعد دولة مهمة في السباق على المستقبل. فلماذا الكوبالت هو ثروة القرن الحالي؟ مع انتشار الهواتف الذكية وازدياد الحاجة لصناعة بطاريات قابلة لإعادة الشحن، ازداد الطلب على الذهب الأزرق. كوبالت. وما بين 2016 إلى 2018 ارتفع سعر الطن الواحد منه من 26 ألف دولار إلى 90 ألفا. ومع أزمة التغير المناخي والسعي وراء الطاقة النظيفة وازدهار صناعة السيارات الكهربائية، ازداد الطلب أكثر. فالطاقة النظيفة تعتمد بشكل أساسي على الألواح الشمسية والبطاريات، والبطاريات تحتاج للكوبالت. هو معدن مقاوم للتآكل، يتحمل درجات الحرارة العالية، ويمكن مزجه مع معادن أخرى لإنتاج سبائك شديدة الصلابة تستخدم في الصناعات الثقيلة مثل الدبابات ومحركات الطائرات والمركبات الفضائية والصواريخ ومحطات الطاقة النووية والتوربينات. فمن يسيطر على الكوبالت في كوكبنا؟ هذا أحد أهم مناجم الكوبالت في العالم، وهو موجود في الكونغو. كان تحت سيطرة شركة فريبورت ماكمورين الأمريكية حتى بيعه في 2016 لشركة تشاينا مالبديمام الصينية عبر سلسلة صفقات بلغت قيمتها 3.8 مليار دولار. لكنه ليس المنجم الوحيد الذي تسيطر عليه شركات الصين. ففي بدايات 2021 بات 15 من أصل 19 منجما لإنتاج الكوبالت في الكونغو مملوكاً أو ممولاً من قبل الشركات الصينية، ويعاني سكان الكونغو من ظروف العمل في المناجم. فالتنقيب عن الكوبالت يتم بمعدات بدائية في العديد من المناطق وسط غياب شبه كامل لأجهزة الحماية الشخصية، ويتم استغلال الأطفال والنساء للعمل به بالسخرة أو بأجور زهيدة. وظروف استخراجه قد تتسبب بأمراض خطيرة كالسرطان وتسمم الدم وتلف الرئتين المزمن. في 2014 اتهمت منظمة العفو الدولية شركة التعدين البلجيكية جروب فورست انترناشونال بتزويد سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بجرافات بغية تدمير منازل بالقرب من منجم للنحاس والكوبالت. وفي 2016 اتهمت منظمة العفو الدولية كبريات الشركات الإلكترونية بعدم السعي للتأكد من أن الكوبالت المستخدم في منتجاتها لا يتم تعدينه عبر عمالة الأطفال. تفرض التزامات الدول بشأن تغير المناخ البحث عن بدائل مستدامة. في 2021 أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يوفر أكثر من نصف تريليون دولار لتحويل الاقتصاد الأمريكي بعيداً عن الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. لذلك تجد أمريكا نفسها أمام واقع الفشل في حماية استثماراتها السابقة بمناجم كوبالت الكونغو، وهو ما يعد بصراع دولي على الكونغو البلد الفقير الذي يجر الكوبالت منه بواسطة عربة بدائية الصنع ليكون أساساً لأكثر الصناعات تطوراً وديمومة وثراء في أماكن أخرى من العالم.